طيب، في ناس كتير بتدعي علينا في الستريم، تحب تقول لهم ايه؟ يعني ناس داخله بتدعوا علينا بتدعي ليه؟ علينا فعليا. ما اعرفش. اللي هم الفريق اللهم انتقم منهم وبتاع ولاد دين الكلب الكفره ومحاربين الاسلام، قول له يلعن دينه، هو انت قول له انت اله خول، لانه لو اساسا عنده ضرر نصرك مثلا ولا انصفك باي حاجه انت عمال تاخد على قفاك. وبعدين قول له بقالك قد ايه بتدعي؟ ابن الشرموطه في الحج، ابن الشرموطه اللي واقف في الخول، الحمار اللي واقف في نهق في مكه، ما فيش فايده، هو ما فيش فايده. الشيعة الملاحدة والنصارى المجرمين واليهود، ده انا كم الكلب ده واقف ينبح في مكة، والاله الخول اللي هو بيعبده لا يستجيب. طب ويعني يعني لامتى يفوقوا ويقدروا يتفهموا ان الاله ده خول ولا يستجيب؟ يعني ما ممكن تقول لهم الرساله دي او تدخل حد، يا ريت تدخل حد مثلا من اللي بيدعي ده، تفضل يعني عايز افهم صحيح يعني. وبعدين ولوله النسوان هنا في الاسلام هي ولوله النسوان، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم انتقم من السيسي واعوانه، اللهم انتقم من اليهود والنصارى. امتى هتبقوا رجاله يعني وتبطلوا ولوله وتشوفوا حل مشكله؟ المسلمين في مشكلة كشمير دي بقى لها من 2 مليون سنة عمرها ما تتحل. الصين شرحه عمرهم ما نجحوا في حل مشكلة. اللهم اهلك مش عارف ايه، اللهم اهلك. الشرموطة الأخ الفاضل ابن الشرموطة اللي عمال يقول لك يولول ده ويقول حسبي الله، يعني اسأله هذه الأسئلة البسيطة. أعتقد الأسئلة أعتقد الأسئلة وصلته يعني. طيب يعني آخر حاجة، تحب تقول إيه لكل الناس اللي بتحبك؟ أنا عارف سؤال من الأسئلة اللي مش بتحبها أنت، الأسئلة دي، بس ده السؤال الأخير يحرموني انا خالص، ده السؤال الأخير. تقول اللي إيه؟ يحرموني تعالي واخليني اقلق انا اصور الكلمه، معلش معلش اصل انت معلش عارف ازاي معلش عامله زي خولات احنا من ضمن حاجات، يعني فكره ان راجل يبايع راجل الا يعطيك هذا الاحساس بالخولانه؟ يعني انت يعني انا مثلا ممكن ابايع واحده على السمع والطاعه، اهو على الاقل هتعمل حمامات. بايع واحد، تبيع واحد ليه؟ ده الخوالات اللي مبيعين الكلب اللي اسمه بديع ده. طيب ازاي يعني ازاي فكره ان انا بايع راجل؟ مش انا مش قادر استوعبه ليه يعني بينكني؟ انا ولد لويس خدوه. اوه انت مش لو بيعت واحده هتعمل معاها حمامات؟ ما بايعش انا حد، بايع راجل، انا ناقص قرف. تعرف دائما. طيب السؤال طيب الأخير، كل الناس اللي كانت مفتقداك وبتحبك ودايما بتتابعك، لو عايز تقول لهم حاجة تقول لهم إيه؟ شاب، وأغلبهم مش شباب يعني، وخلاص دي آخر حاجة بقى. انا ايه المرحله العمريه اللي بتستمع اليها؟ 30 34 و 25 29 الاثنين دول. طيب لا السن بتاع يعني ما هو برضو ما هو الواحد مر بيه، عشان كده الواحد عارف يعني ايه اسلوب التفكير ده. السن بقى بتاع 17 و18 وبتاع، والواد سخن ولسه مطلع بلغم جديد من صدره وعامل بصيته تخن وبتاع وعامل فيها راجل، ولسه بياخد مصروف من امه بس برضه عامل راجل. يعني ايه رغم ان الواحد مر بالمرحله دي بس اصبح لا يطيقها. اصلا هذه المرحله يعني زي بقى افلام اسماعيل ياسين، الفيلم ده انا شفته قبل كده 1000 مره وعارف اخرته. ابو 17 و18 بعد شويه هيتهدي والدنيا هتطلع في دين امه وهيقول لك انا كنت راجل عبيط وهبل، واد عبيط حتى شغال هيقول لك انا كنت واد عبيط وهبل، وايه اللي الواحد كان بيعمله ده؟ يعني قبل يعني وقفت مع نفسك لحظه وقلت انا ايه اللي انا كنت بعمله مثلا وانا عندي 15، ايه الهبل اللي كنت بعمله ده؟ يعني انه هيوصلوا لنفس المرحله يقول لك ايه الخرا اللي احنا كنا كده، يا نهار اسود كده. ف المستمعين يعني اغلبهم من العقلاء اللي وصلوا لهذه المرحله.
كل واحد يعني يشوف واحده يبيعها على السمع والطاعه افضل. اكثر خوي فعلا يعني ما فيش اي معنى انك انت تقعد تستمع لواحد زي مش تستفيد منه اي حاجه، انما لو تشوف لك واحد طبعا كلنا المفروض نعمل نعمل برساله المواطن المصري. يا عمرو انا بشكرك جدا يا عمرو على وجودك معانا النهارده، احنا كنا مفتقدينك، والحلقه الجايه كده نبقى في استوديو، مين عارف يمكن ادعوك للاستوديو. شوف لي ابن الاحب، بس شوف لي شوف لي ابن الاحب ده لسه بيدعو ولا هنجيبه للاستوديو، هجيبه للاستوديو. انا بشكرك جدا يا عمرو. نفسي افهم فلسفه الدعاء دي، هي عامله زي ايه؟ انه عمل حاجه بس هو ما عملش اي حاجه برضه، يعني هو عنده مشكله فيقعد يقول له لزن السوين حاجه، فجاي كده انا خلصنا ضميرنا قعدنا حزب الله ونعم من يوم ما اتولدت وهم عمالين يدعو من لا يجيب، ومستمرين تخش في كل مقاطعهم معايا الله حزب الله ونعم الوكيل الله اكبر يا راجل. وزي ما انا عايز اسال برضه يعني في نهايه الحلقه، يعني قوه الجنسيه لرسول الله اليس هذا دليل على الخولنه؟ كل بتاعه قد كده وقد كده و40 قوه 40 رجل، ده مش ده برضه دليل ان هم خوالات اساسا؟ انت ايه علاقتك بالقوه؟ يعني ايه ما تسيب قضيب رسول الله في حاله؟ ايه قضيب رسول الله 40 مش عارف بنط على 60 مره في الثانيه وقوه 40 والخرا اللي هو في حد يعني الناس ما عندهاش عقل، يعني لما تتغزل في القوه الجنسيه الرجل اخر انت هتقول ايه؟ الراجل خاون. تطلع تلفزيون بتاعه قد كده مش عارف 40 تعملوا استرجلوا شويه بقى وبطلوا شغل الخوالات اللي بتعملوه ده، وعالوا هديكم ربنا هدعي لكم انا ربنا هدي يلا تصبح على خير. بشكركم جدا على المتابعه. ليه بقى؟ لان اليهوديه اساسا شبه الاسلام كربونه من اليهوديه. اليهوديه بقى اللي هو ايه بقى ماشيه بنفس النظام اللي هو ما تحط صباعك هنا ولما تعمل كذا قول كذا ولما لو حصل كذا اعمل كذا، وشريعه برضو اواندا دخل بقى في تفاصيل التفاصيل لدرجه ان في سفر في العهد القديم شكل اللاويين ولا زفت ولا اللي هو كنت انا مسميه سفر بلا نظير اللي هو سفر الطبيخ اللي هو ايه ضع قليلا من اللحم مع مرقه الدجاج ماجي الز الز مش عارف ده ثم ضع قليلا من البصل واخلطهم فالرب انا الرب الهك احب رائحه الشواء انا رب غيور احب الكوسه بمرقه ورق العنب اللي هو هرتله رسمي وداخل في تفاصيل طبيخ واعمل كذا وما تعملش كذا.